اهلا وسهلا بك مرحبا بيك وبالوفد المرافق. انا عارف ان انت دي اخر محطه في جولتك الكبيره وده جهد كبير قوي انت بذلته. اسمح لي اقول لك ان الازمه اللي بتمر بمنطقتنا هي ازمه غير مسبوقه، بتحتاج مننا ان احنا نعمل بقوه وبعزيمه من اجل احتوائها والحد من تداعياتها. لكن المهم قوي ان انا ابدا كلامي بنقطه في منتهى الاهميه، نحن نندد ونرفض تماما المساس بالمدنيين، اي مدنيين، وده موقفنا وده الدور اللي احنا حرصنا عليه خلال سنين طويله جدا منذ اتفاقيه السلام بين مصر واسرائيل، وكانت مصر بتقوم بدور ايجابي جدا جدا في كل الازمات اللي اشتعلت. احنا بنتكلم النهارده على خمس جولات من الصراع ما بين قطاع غزه وما بين اسرائيل. مهم هنا ان احنا نذكر الحقيقه امر في منتهى الاهميه. في الخمس جولات من الصراع دول سقط من المدنيين من الجانبين الارقام اللي انا هقولها دي، وانا بذكرها من باب ان احنا نبقى قد ايه تاخرنا في حسم وايجاد حل لهذه الازمه هيترتب عليه سقوط المزيد. في خلال الخمس جولات دول سقط من الفلسطينيين 12,500 فلسطيني من المدنيين. من الجانب الاسرائيلي سقط منهم 2,700 منهم ال 1,500 اللي سقطوا في الازمه الاخيره. اللي انا بقوله دي بيانات موجوده ومتاحه للجميع. فيما يخص الاطفال او المصابين، قبل ما اتكلم على ده، سقط من الفلسطينيين 100,000 مصاب ومن اسرائيل 12,000 مصاب. من الاطفال سقط 2,500 طفل فلسطيني وسقط من اسرائيل 150 طفل. انا بقول الكلام ده دلوقتي معالي وزير الخارجية، لأن احنا الأزمة اللي موجودة أزمة كبيرة جدا، ورد الفعل اللي موجود أتحسب إنه يتجاوز رد الفعل لحق الدفاع عن النفس من جانب إسرائيل، ويتحول إلى عقاب جماعي لقطاع غزة اللي فيه 2.3 مليون فلسطيني. صحيح ما حدث في من 9 أيام كان كتير وصعب، مفيش كلام، وإحنا ندين مفيش كلام، لكن ايضا لازم نعرف ان في عباره عن تراكم من حالات الغضب والكراهيه ترتبط على مدى اكثر من 40 سنه، ان ما فيش افق لايجاد حل للقضيه الفلسطينيه تعطي امل للفلسطينيين. يمكن حد يسال هو ده وقت الكلام في الموضوع ده ولا الكلام على ايجاد مخرج للازمه الحاليه؟ احنا بنقول ده عشان نأسس على جهدنا وحركتنا المطلوبه لايقاف تطورات الازمه ديت اللي ممكن يبقى ليها تداعيات على منطقه الشرق الاوسط كله. احنا بنبذل جهدنا اولا لاحتواء الموقف وعدم دخول اطراف اخرى الى الصراع. معالي وزير الخارجيه بلينكن، انت تحدثت وقلت انك انسان يهودي، وانا اسمح لي اقول لك ان انا مواطن مصري نشات في حي جنبا الى جنب مع اليهود في مصر، ولم يكن ابدا يتعرضوا اي شكل من اشكال القمع او اي شكل من اشكال الاستهداف، وما حصلش في منطقتنا العربية والإسلامية إن تم استهداف اليهود في تاريخهم القديم والحديث. يمكن اللي حصل استهداف يمكن في أوروبا، يمكن في أسبانيا، يمكن في دول أخرى، لكن في بلادنا العربية والإسلامية ما حصلش ده. أنا بقول ده دلوقتي وبسجله هنا لأن الموجة اللي اتشكلت في أعقاب الأزمة موجة ضخمة جدا، وإحنا محتاجين إن إحنا نتحرك وبقوة وبعزم زي ما ذكرت لكم. ومهم جدا جدا ان احنا نخفض التوتر وايضا نيسر دخول المساعدات الى قطاع غزة، لان النهاردة احنا بنتكلم على قطاع محاصر، لا في مية ولا في كهرباء ولا في وقود، والنهاردة ابتدت في ازمة خبز تتداعي. انا بقول الكلام ده لان احنا محتاجين نسمع الكلام ده من بعضنا، انتوا موجودين هنا في المنطقة عشان تسمعونا احنا المعنيين بالقضية والعالمين الى حد ما باسباب الازمات دي. لماذا قتل السادات ولماذا قتل رابين ومين اللي قتلهم؟ المتطرفين. فاحنا محتاجين نعمل سويا. عايز مش عايز اقتل عليك، ورحب بيك اهلا وسهلا بالوفد المرافق ليك، وان شاء الله يكون لقائنا ده فرصة كبيرة جدا جدا وقوة دفع الى ايجاد حل للأزمة الحالية. Thank you very much, Mr. President. As always, it's good to see you. Pleasure.
I wish it were under different circumstances. Please. I come first and foremost as a human being. Yes. A human being like so many others, appalled at the atrocities committed by Hamas. It's hard to find the words to describe them, but inhumane is a good place to start. We're determined to stand against Hamas and what it has done, and to make sure that it can't happen again. We're determined to stand with and for innocent civilians who suffer primarily as a consequence of what Hamas has done on all sides. We come to work together as well to ensure that this crisis, this conflict, doesn't spread to other places. And we come to think together about a way forward for everyone in the region that is positive, affirmative, the contrary of the vision that Hamas has, which is simply terror, destruction, murder. What we've seen these last days, I think, makes clear that there really are two paths for this region. And one is the path of greater integration, normalization, collaboration, affirmation of the rights of Palestinians, and working together in common purpose, common benefit. That's one path. The other path is the one that's offered by Hamas. A path, as I said, that offers nothing but death, destruction, terror, nihilism. I think the choice is very clear. The challenge is for us to work together to put everyone clearly, affirmatively, on that first path. We know that that's what the overwhelming majority of people in this region want. It's certainly what we believe they need, and I'm grateful for the opportunity to consult with you about the challenges we face in the immediate, but also on a path forward that brings us to a better place. Thank you.